يسعد صباحكم من جديد احبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بفقره تقرير. اكيد الاستعدادات على قدم وساق من الجهات ذات العلاقه بما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان المبارك. المؤسسه العامه للغذاء والدواء، وزاره الصناعه والتجاره، الدوائر الرقابية والصحية والتفتيشية بأمانة عمان الكبرى. أكيد اليوم ضيفنا الكريم الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ ينال البرماوي، راح يتحدث عن الجاهزية، يعني ساعات قليلة بتفصلنا عن أول أيام الشهر الفضيل. ودي أصبح بالخير على ضيفنا الكريم. أستاذ ينال، أسعد الله صباحك وكل عام وأنت بألف خير. سيدي صباح النور أستاذ وأنتم بألف خير. تحدثنا عن الجاهزية خلال الأسابيع الماضية وعلى قدم وساق، وجولات ميدانية لوزير الصناعة والتجارة أكيد برفقتكم وبرفقة المعنيين، وأيضا دولة رئيس الوزراء يعني في اهتمام مباشر من خلاله للجهات ذات الصلة وذات العلاقة بما يتعلق بالشهر الفضيل. نتحدث بهذا الشأن. بداية كل عام وجلالة الملك والوطن وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بكل تأكيد وزارة الصناعة والتجارة كما هو معتاد سنويا بدأت الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة أعدتها طبعا على أساس من النهج التشاركي مع الجهات ذات العلاقة سواء من القطاعين العام أو الخاص. ركزت هذه الخطة بشكل أساسي على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الغذائية بحيث تكون متوفرة، يعني حيث أن معدلات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل ترتفع بشكل كبير. ولذلك الوزارة منذ شهرين تقريبا بدأت بعقد اجتماعات مع القطاع الخاص لاطمئنان أكثر على جاهزية هذا القطاع ومدى وفرة السلع التموينية والسلع الرمضانية في السوق المحلي، إضافة إلى الجهد اللي بتقوم في الوزارة لرصد المخزون من مختلف المواد الأساسية من خلال نظام الإنذار المبكر اللي الوزارة بدأت بتطبيقه منذ عام 2012. هذا النظام يقوم على الربط المباشر مع دائرة الجمارك العامة ويعطي الوزارة قراءة دقيقة عن كميات الأغذية الموجودة في السوق المحلي بشكل يومي. يتم تخليصها طبعا الكميات المخلص عليها والتي تدخل فعليا إلى السوق المحلي. ضمن هالمعطيات الحمد لله جميع السلع الغذائية متوفرة في السوق المحلي تغطي وتزيد عن حاجة الاستهلاك، إضافة إلى الدور اللي بتقوم فيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية اللي أعلنت أيضا عن تخفيضات بنسب كبيرة على أسعارها اعتبارا منذ تقريبا 20 من الشهر الماضي. وأيضا دورها في بالإضافة للدور بتقوم فيه كمان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. الأستاذ ينال البرماوي وأنت الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، أنتم على تواصل وعلى تماس مباشر مع جميع وسائل الإعلام المختلفة المسموع المرئي والمقروء أيضا للاستفسار عن الأسعار على وجه التحديد إذا بنتحدث عن وزارة الصناعة والتجارة، وفي مؤشر يومي لديكم كما تفضلت الآن ويتم تزويد جميع وسائل الإعلام بهذا المؤشر اليومي بما يتعلق بموضوع الأسعار على وجه التحديد. أستاذ مجحم، يعني الشق الآخر من الرقابة اللي بتقوم فيها الوزارة ومخططها لشهر رمضان المبارك هو تكثيف عمليات الرقابة على مختلف الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار تحديدا ووفرة السلع، وأيضا رصد يومي لأسعار المواد الأساسية. كمان الوزارة تقوم من باب مساعدة للأخوة المواطنين للتعرف على الأسعار العادلة للمواد الأساسية، تقوم يوميا بإصدار نشرة استرشادية ل 65 سلعة غذائية أساسية. هذه تعتبر الأسعار العادلة التي يفترض أن تباع فيها هذه السلع في السوق المحلي وحتى تكون في متناول الأخوة المواطنين. بكل تأكيد نعمل أيضا بتعاون وثيق مع مختلف وسائل الإعلام لأنهم شركاء حقيقيين لنا ولهم دور أساسي في إيصال رسالة الوزارة، في التواصل مع الأخوة المواطنين، في إيصال رسائل الوزارة التوعوية سواء من حيث اللي هي دعوة الأخوة المواطنين لعدم التهافت على الأسعار باعتبار أن كل شيء متوفر في السوق المحلي. نعم، الآن الجولات الرقابية والتفتيشية من قبل وزارة الصناعة والتجارة على مختلف المحال التجارية والمعنية بشكل مباشر بموضوع السلع التموينية والسلع الرمضانية على وجه التحديد خلال الشهر الفضيل. يعني عمليات الرقابة اللي بتقوم فيها الوزارة هي موجودة طيلة أشهر السنة، يعني لكن بشكل ثابت. لكن خصوصية الشهر الفضيل وبحكم ارتفاع معدلات الاستهلاك تقوم الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على مختلف الأسواق وتقوم يوميا بتنظيم جولات رقابية صباحية ومسائية طيلة شهر رمضان المبارك، وحتى في الثلث الأخير من الشهر الفضيل تستمر العمليات الرقابية حتى ساعات متأخرة من الليل وأحيانا إلى الفجر
لأنه بترتفع معدلات التسوق والطلب على الألبس ومحلات الحلويات. نعم. طبعا هناك تم تعزيز كوادر الرقابة سواء في عمان أو مختلف المحافظات، ومن يومين ترأست وزيرة الصناعة والتجارة اجتماعا لمدراء الصناعة والتجارة في المحافظات، تم التأكيد فيه على أهمية أن تشمل الرقابة كافة المحلات التجارية، وأن يشعر المواطن بجدوى هذه الرقابة من خلال استقرار الأسعار، وأيضا التأكد من مدى التزام التجار بأحكام القانون. جميل جدا. بأقل من دقيقة أستاذ ينال، نتحدث برسالة توعوية وإرشادية من خلالك لأحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد عبر شاشة التلفزيون الأردني. احنا مجددا نتوجه لإخواننا أنه بالتهنئة بشهر رمضان المبارك، ونقول دائما أنه ضبط السوق، المحافظة على توازناته، هي تقع من مسؤولية الجميع، ليس من مسؤولية الطرف بعينه. نعم. الأخوة المواطنين عليهم دور كبير جدا في المحافظة على توازناته. موضوع التهافت يعني كل شيء موجود لعدم التهافت، لعدم التهافت من أكثر من زاوية، حتى لا يحدث هناك اختلال في مجريات العرض والطلب أولا، وحتى لا يدفع، وهذا ينعكس على الأسعار بشكل عام، حتى لا يدفع ببعض التجار الاستغلال للطلب المرتفع وبالتالي رفع الأسعار، علما بأن الوزارة جاهز للتدخل مباشرة لتحديد أسعار أي من السلع الأساسية في حال تبين وجود مبالغة في أسعارها. أنا شاكر يعني تلبية الدعوة الكريمة الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ ينال البرماوي، كل عام وأنتم بألف خير، لك وللكوادر والمجموعات والعاملين تحديدا بوزارة الصناعة والتجارة. أحبتنا سنذهب الآن بفاصل قصير بتقرير للزميلة إلهام الحوامدة والتمور، وكل عام وأنتم بألف خير، ابقوا معنا بعد التقرير. تحت رعاية معالي وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين وجمعية التمور الأردنية، أقامت الجمعية معارضها التاسع للتمور الأردنية، واللي احنا بنعرف كمان أن التمور الأردنية أصبحت تنافس الأسواق العربية بإنتاجها وجودتها، والكمان اللي بيميزها رطوبتها. خليكم معنا بهذا التقرير لنعرف أكثر عن التمور الأردني. وزارة الزراعة تقدم العديد من المساعدات، إذا كانت تسويقية أو خدمات إرشادية لمزارعي النخيل. في الآونة الأخيرة زادت المساحات المزروعة بالنخيل، يعني نتحدث احنا عن حوالي 30,000 دونم، وخصوصا النوع اللي بتمتع بجودة عالية وسمعة دولية عالية اللي هو التمر المجهول، ففي عليه زيادة في زراعات، يعني زيادة في المساحات المزروعة. العديد من المزارعين أو مزارعي الخضار، قسم منهم حول وحدات زراعية لزراعة النخيل للجدوى الاقتصادية اللي تتمتع فيها زراعة النخيل. التمور اللي ننتجه احنا تمر المجهول، طبعا هذا ممتاز بطراوته، الحبة نسبة الجفاف فيها عالية بس بتكون طرية. طبعا هذا كله متوفر بالأسواق المحلية من إنتاج مزارعنا. في حب ما شاء الله بكون وصل وزن حبته لحوالي 40 جرام، كثير مرغوب بالنسبة للشعب الأردني وللمجتمع الخليجي والدول العالمية. معنا المهندس عبد الوالي الفلاحات، وهو احد المشاركين في معرض التمر. مهندس عبد الوالي، احكي لنا عن منافسه السوق الاردني بانتاج التمر ضمن الاسواق العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء شكرا لكم على الزياره وعلى العرض اللي انتم قاعدين صراحه تعرضوا فيه التمور الاردنيه للمستهلكين. ستي بالنسبه للتمور، يعني كل تمور بالعالم لها خصوصيه، لها منطقه مخصصه، فكل منطقه تتميز بنوع تمور. بالنسبه لتمور المجهول، هاي المنطقه اللي هي منطقه وادي الاردن صراحه من المناطق اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا فيها انه يجود هذا النوع بالعالم، يعني من اجود انواع التمور اللي هو تمر المجهول، وجود في منطقة وادي الأردن، وجود في مناطق أخرى ولكن مش بنفس الجودة، يعني إنه منطقة كاليفورنيا بأمريكا ومنطقة وادي الأردن، وهذا صنف يعني صراحة يعتبر على مستوى العالم يعني مطلوب عالميا. وبالنسبة للصنف، يعني زي ما تفضلت وحكيت لك إنه يجود في منطقة وادي الأردن لخصوصية معينة، يعني مناسبة المناخ له اللي هي من حيث الرطوبة ومن حيث درجة الحرارة ومن حيث العوامل الأخرى، يعني اللي هي تحكم الطقس فيها. الصنف هذا مطلوب عالميا،
ولكن المشاريع الموجودة بالأردن يعني في مشاريع قديما يعني صار تقريبا 20 سنة يعني قدم المشاريع في زراعات جديدة زراعات واعدة يعني إن شاء الله أنه يدخل منافس يعني على مستوى العالم. معنا المهندس محمود أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين. سيد محمود صباح الخير. صباح الخير الله يعطيك العافية يا رب. تحكي لنا عن مدى الإنتاجية اللي بتقوم فيها نقابة المهندسين وبتقدمها للسوق المحلي. احنا من باب واجبنا المجتمعي والوطني نحاول ان نقدم للمواطن الاردني ان هناك زراعه متقدمه في الاردن تغزو اسواق العالم، ومن حق المواطن الاردني ان ينعم بهذه المنتجات. احد المنتجات المهمه والفاخره التي يعتز فيها المواطن الاردني والشعب الاردني والدوله الاردنيه التمور الفاخره التي تصدر الى دول عديده في العالم، ومن حق المواطن الاردني في هذا المعرض ان يطلع على التجربه الاردنيه الغنيه في هذا الجانب، وقبل شهر رمضان الفضيل ان يتزود باحتياجات الشهر الفضيل، حيث أصبح التمر أحد الأساسيات الموجودة على طاولة الإفطار أو السحور. معنا السيد إبراهيم حمدان رئيس جمعية التمور الأردنية مزارعين النخيل بشكل خاص. سيد إبراهيم صباح الخير. صباح الخير. تحكي لنا عن الخدمات اللي بتقدمها الجمعية لمزارعين النخيل. الخدمات المقدمة للجمعية أهم شيء الخدمات الإرشادية حول المقننات السمادية والمقننات المائية والتعاون مع وزارة الزراعة من أجل مكافحة الآفات وخاصة سوسة النخيل، والتعاون مع سلطة وادي الأردن من أجل تلبية الاحتياجات المائية في المواسم الحارة. بدون شك أن هناك تعاون مع المزارعين، لكن نحن نأمل أن يزيد هذا التعاون ويزيد هذا التكاتف لمصلحتنا كمزارعين ولمصلحة اقتصاد الوطن. عدنا مجددا احبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد، وبشكل مباشر وسريع ننتقل لضيفنا الكريم الدكتور محمد الخريشه مدير الرقابه على الغذاء بالمؤسسه العامه للغذاء والدواء. وتحدثنا مرارا وتكرارا خلال الايام القادمه عمل على قدم وساق من خلال فرقكم المنتشره بجميع محافظات المملكه الاردنيه الهاشميه وبالتشاركيه مع الجهات ذات العلاقه، وتم استحداث غرفه عمليات تحديدا بالعاصمه الحبيبه عمان من قبلكم ومن قبل امانه عمان الكبرى. نتحدث بهذا الشان سيدي الكريم. سيدي شكرا جزيلا طبعا، ويعني اطيب التمنيات برمضان مبارك على كل الأخوة المستمعين والمشاهدين وعلى المواطنين، وأن يكون آمن من الناحية الغذائية. والحمد لله الفرق الرقابية منتشرة، والتنسيق ما بين هذه الفرق كونها عدة جهات حكومية مناط بها نفس الواجب، واستفادة من بعض الدروس والعبر اللي مرت خلال السنين الماضية، تم استحداث غرفة عمليات مركزية تنسق العمل ما بين الجهات الرقابية الحكومية وتستقبل شكاوي المواطنين، وهذا هو الناحية المهمة. وتم توحيد رقم الهاتف من خلال رقم هاتف الأمن العام. جميل. لأنه الأمن العام أيضا موجودين من خلال بربط الإدارة مباشر. المتخصصة بربط مباشر. نعم سيدي، بربط مباشر مع هذه الغرفة، ترد إليها الشكاوي من المواطنين أو أي معلومة قد تفيد في ضمان صحة وسلامة الغذاء المعروض للتداول خلال الأيام شهر رمضان وخلال فترة العيد أيضا، كون الفرق الرقابية ستكون عاملة على ثلاث ورديات من الصباح وإلى مرحلة ما بعد الإفطار وما بعد نصف منتصف الليل إن شاء الله، كونها الفترة اللي أكثر حرجا وقد يترتب عليها مشاكل في عرض أو تداول مواد غذائية أو بعض ضعاف النفوس اللي يستغل صحيح. هذه وهذا وارد. وهذا وارد وهذا وارد وهذا نعم. وارد 100% نعم. هذا وارد. احنا الآن درجات الحرارة بارتفاع، بعض الممارسات في شهر رمضان وخاصة موضوع الشراب والعصائر الرمضانية والصبغات والى اخره مصادر المياه ايضا، يعني أنا أستطيع أن أتقبل أي موضوع فيما يتعلق بمخاطر محتملة محدودة، لكن هنالك في خطر قد يترتب على صحة المستهلك من جراء تناول هذه الألوان
بنسب أكثر من المعتاد بشكل إضافي، لأنه التهافت على هذه المشروبات هي لا تتم لا بطريقة فنية ولا بطريقة علمية مدروسة، يتم ولا يوجد بها يعني شروط السلامة الصحية والعامة. صحيح. أيضا من يقوم بتحضير هذه العصائر نرى الأيادي يعني بالصبغات يعني بشتى الألوان فهذا مؤشر حقيقي أنه يجب أن يكون في متابعة حقيقية وضبط إيقاع للعصائر. يعني لا تتم المتابعة كما يجب إلا من خلال وعي المواطن. أنا أعتقد وهي ليست تملص من المسؤوليات، لكن أنا أعتقد بأن المواطن يجب أن يبحث وكلنا نبحث عن هذه المشروبات والعصائر الرمضانية بالذات، لكن من أماكن مرخصة. كون المضافات اللي تعد من خلال هذه العصائر بألوان أو مضافات غذائية بنسب محددة وبمواد مسموحة، لأنه ربما لا تكون هذه المواد مسموحة، ربما لا تكون صنف غذائي، والمشكلة الأكبر بأنه لا تظهر آثارها مباشرة، هي آثار تراكمية وقد تؤدي إلى بعض الخلل في عمل بعض الأجهزة اللي تعود للإنسان، وبالتالي يعني الاحتياط واجب في هذا المجال. في دور رقابي تشرف عليه المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأيضا أمانة عمان الكبرى من خلال غرفة العمليات المركزية. نعم. وهي يعني غير مسبوق، هذا إجراء غير مسبوق لأول مرة، بيكون في تنسيق وتوحيد الجهود، وفي دور كبير كما تفضلت دكتورنا وعي المواطن، ورسالة من خلالك لأحبتنا ومشاهدين يوم جديد والتلفزيون الأردني وتحديدا ربات البيوت والمنازل. يعني لا يوجد ما يمنع بالعصائر المنزلية، يعني صحيح. وهذا أفضل بداية وبشكل صحي وما في قلق أو خوف بهذا الشيء. أنا أضم صوتي إلى صوتك حقيقة بأنه شيء مهم جدا التوجه ناحية العصائر، إعداد العصائر المنزلية، وهي عملية سهلة جدا وهي قائمة، ليس فقط بموضوع العصائر بل أيضا الاهتمام بدرجات الحرارة. المواد الغذائية يجب أن لا تبقى خارج الثلاجة. نعم. يجب أن لا يتم شراء المواد الغذائية من أي مكان مجهول وغير معروف المصدر لهذه المادة الغذائية، خاصة المواد الغذائية الحساسة اللي تتأثر بدرجات الحرارة، خاصة احنا يعني هو عدو الغذاء هي درجات الحرارة، وبالتالي يعني من المهم جدا الاهتمام بهذا الموضوع. غرفة العمليات مفتوحة على مدار الساعة، وهنالك إن لم يكن هنالك الموظف موجود للرد، هنالك رد آلي يستقبل المكالمات ويستقبل الشكاوي، وهنالك إجراء معتمد بأن يتم الرد على صاحب الشكوى، لأنه رغبتنا بأن يكون هنالك ثقة ما بين المواطنين والمستهلكين بأنه كلمتهم مسموعة، وأن يمارسوا حقوقهم في أن لا يأخذ أي مادة غذائية من أماكن غير مرخصة ومن أماكن غير مراقبة. هذا الإجراء الآن ما بين كل الجهات الرقابية الحكومية، ليس فقط إحنا والأمانة، لكن أيضا وزارة الصحة، الأمن العام من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة ودورهم واضح في هذا المجال، الشكاوي مركزية ويتم تعميمها إلى أي محافظة من محافظات المملكة خلال فترة شهر رمضان وخلال فترة الأعياد. أشكرك دكتورنا الكريم الدكتور محمد الخريشة مدير الرقابة على الغذاء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجهودكم تشكر وتحترم، ثقتنا بكم عالية جدا، وأتحدث بلسان المواطن الآن. كل عام وأنت بألف خير سيدي. أحبتنا انتهت فقرة تقرير بآخر حلقة يعني قبل شهر رمضان المبارك ببرنامج يوم جديد، ونلقاكم بإذن الله ما بعد شهر رمضان الفضيل المبارك أيضا بفقرات أخرى ومادة أخرى قيمة. نتمنى دائما أن نكون حسن ظن أحبتنا ومشاهدينا، ولن أنسى معد الفقرة المتميز زميلي محمد العواشي. التقرير كان ولا يزال وسيبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم. قبل الختام أحبتنا هذا مجحم العدوان يستودعكم السلام، وكل عام وأنتم بألف خير، وننتقل الآن إلى محافظة البلقاء وتحديدا قضاء عيرة ويرقى والدور المجتمعي والتنموي من خلال هذا التقرير اللي راح نشوفه الآن، وبعد التقرير العودة إلى الزميلة سمر الغرايبي.